السلام عليكم ورحمة الله. انتصف ليل تونس، إليكم عناوين الأخبار. آلية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووسائل نفاذ إلى اقتصاد مندمج، محور يوم لقاءات إفريقيا الختامية. اضرب 3 أيام منتظر في قطاع نقل المحروقات والبضائع برا، والتلويح به يجدد إشكالية تفعيل الاتفاقيات المبرمة. الجيش الليبي يعلن تحرير مدينة صبراطة من الجماعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي ويمشط جيوبا مشبوهة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في إفريقيا وضمان اقتصاد إفريقي مندمج في محيطه الإقليمي والدولي مثلا موضوع يوم لقاءات إفريقيا الثاني والختامية. 250 مليون مؤسسة صغرى ومتوسطة في العالم لا تجد سبيلا لتمويل مشاريعها، رقم كان منطلق الحديث عن إشكالية التمويل وسبل تجاوزها في إفريقيا التي يطلق عليها اسم قارة المستقبل في مجال المال والأعمال، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الساعية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي. لازم البنوك تتسهل وتعطيهم ان بري كريدي باش يجم يشري الماتير بريمير نتاعو ويخدمها ويصدرها، وإذا كان مؤسسات تحب تمشي باش تنتصب في البلدان هذه سامحني فما إشكال كبير، يلزمنا نفكروا باش نحكيوا مع المؤسسات اللي عندهم دو فري زوبورتينيتير، خاطر تو إفريقيا فما بلدان مازالت تنجم تصدر البرودوي حاضر، فما بلدان أما تنتصب وتاخذ مكانك وتربح وتدخل دوفيز لتونس وتخدم التوانسة والكل، ولا تخرج من العبر خاطر فما بلدان اخرى خذوا بقعتك وعندهم البنوك اللي هم مشاو يحضروا لهم ويسهلوا لهم الكل. وامام ضيق الاسواق التقليديه تتجه المؤسسات الصغرى والمتوسطه الى البحث عن ثنايا استثمار في القاره الافريقيه، غير ان تخوفاتها لا تنحصر في ايجاد التمويلات فحسب، وانما في استكشاف محيط الاعمال الذي ستنتصب به، وهنا تكمن خبرات بعض البنوك والصناديق المصاحبه للمستثمر. المشكله اللي مربوطه بمعرفه البيئه في البلاد الجديده هذيا، شكون هم اللي الشركاء اللي نجم نخدم معاهم، اسكو هذو الناس اللي نجم نعطيهم ثقة ولا لا، ويطلبوا منا أن نعاونوهم في المجال هذا، ونحن نعاونوهم على خاطر نقدموا نحن معلومات اللي هي معلومات موثقة وواضحة اللي تخلي الشركة التونسية اللي تحب تنتصب بصورة اللي تنجم تبدأ العمل نتاعها وعندها ثقة في الشركاء اللي تخدم معاهم، وهذا يحسن نسبة النجاح نتاع المشاريع نتاعهم. De financement. نقدم منتوجا متنوعا في مجال التمويل، فنحن نمنح قروضا مختلفة منها الموجهة للمساعدة على التصدير وأخرى للاستثمار، حيث بإمكاننا الترفيع في رأس مال بعض المؤسسات لتفتح لها فروعا في إفريقيا، كما نقدم ضمانات تتعلق باستكشاف الأسواق وتمويل هذه العمليات. ويقترح لكسب أسواق جديدة في إفريقيا تكتلات اقتصادية أو شراكات قوية لضمان تمويل بنكي، باعتبار أن البنوك تبحث بدورها عن ضمانات لاسترجاع قروضها أو توسيع قاعدة المنتفعين بالتمويل والمرافقة أو البحث عن مسارات تمويل جديدة مثل التمويل عبر البورصة. صرح كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم خلال ندوة الوطنية حول التحكم في الطاقة، صرح بأن إنتاج الفوسفات سجل تحسنا مقارنة بالسنة الماضية، متوقعا أن يبلغ 5 ملايين طن أواخر 2017. ثم تحسن شد ب 34% مقارنة بالسنة الفارطة، بطبيعة الحال هذا في مستوى إنتاج فوسفات من شركة فوسفات قفصة. بالنسبة إلى إنتاج الأسمدة و الحمض الفوسفوري وغيره، بطبيعة الحال ما ثماش تقدم منسق كبير، وباش نحاولوا من هنا لآخر السنة إلى الترفيع فيه حتى يكون ثم ترفيع ب 10% في إنتاج الوعد، وذلك بتفعيل وتحسين نقل الفوسفات. في سنة 2018 أنا نصل إلى حوالي 7 مليون طن من الفوسفات، هذا هو هذا باش يمكننا بطبيعة الحال أن نرجع إلى المستويات
العادية للقطاع. قررت جامعة النقل العام التابعة لاتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام بثلاثة أيام في قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البر بسبب ما اعتبرته عدم تطبيق اتفاق سابق يتعلق بزيادة الأجور بعنوان 16 و2000. في خطوة قد تحدث خلال الأيام القليلة القادمة شللا كبيرا في قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر الطرقات، قررت الجامعة العامة للنقل الدخول في إضراب عام بثلاثة أيام، وذلك على خلفية ما اعتبرته تنكرا لاتفاق سابق حول زيادة في أجور عمال هذا القطاع. هذا الإضراب سيكون أيام 12 و 14 أكتوبر الجاري، ونحن اضطررنا إلى هذا الإضراب اضطرارا لأنه كل وسائل الحوار الأخرى انعدمت، مناش نضرب على مطالب جديدة على أمر تم الاتفاق فيه على زيادة تمتع بها سائر العمال تقريبا في أغلب القطاعات في القطاع الخاص، فلا يمكن أن يتم استثناء عمال وأعوان نقل المحروقات والبضائع عبر الطرقات. احنا مناش الغاية من الإضراب هو أن لا نتشفف الاقتصاد وهو في وضع كارثي، ولا نتشفف المواطن لتعطيل شؤونه، وإنما هذه مصالح 13 ألف عون لا يمكن أن يستهان بها، وعلى الطرف الاجتماعي يتحمل مسؤوليته. هي الزيادة في حد ذاتها ما تتجاوز ما بين 20 و35 دينار، وثانيا هذا القطاع قاعد يشتغل موش كبقية القطاعات في القطاع الأخرى اللي بعض مرات يشكو من الكساد ولا من عدم عدم العمل. احنا بالنسبة لنا عزل احنا نطالبين وحاضرين باش نتفاوضوا، لكن احنا ما حنش مستعدين باش نتنازلوا على حقوق منظورينا. هذا وتؤكد الأطراف المجتمعة أنها منفتحة على التفاوض مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول هذا الملف من خلال جلسة صلحية ستعقد يوم 9 أكتوبر الجاري. في جديد الخبر العربي والعالمي، أعلن الجيش الليبي أنه حرر مدينة صبرطة الساحلية من الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي بعد أسابيع من القتال. أسابيع من القتال خاضها الجيش الليبي مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة صبرطة الساحلية الواقعة على بعد 85 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، ليعلن الجيش الليبي اليوم تحرير المدينة بالكامل من الجماعات الإرهابية. وإثر هذه العملية أصدر الجيش بيانا دعا فيه جميع المواطنين بصبرطة وذواحيها إلى عدم الدخول إلى المدينة أو الاقتراب من أي جسم مشبوه أو الاعتداء على مدنيين من عائلات الإرهابيين. التطورات في ليبيا تصدرت المباحثات التي جمعت اليوم وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما. أعتقد أن نحن حققنا قدرا كبيرا في مجال مواجهة الإرهاب في ليبيا. لا يستطيع أي مراقب موضوعي إلا أن يتفق معنا في هذا الرأي. لو أحد يدعي أن نحن الآن في مأمن كامل من أي هجمات إرهابية، وما حدث أول أمس في مدينة مصراتة خير دليل على ذلك. نحن نسعى وبكل قوة إلى مواجهة هذه التنظيمات. من جهته جدد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده القوي للعملية التفاوضية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي لتعديل الاتفاق السياسي بإشراف الأمم المتحدة في تونس، مثنيا على ما اعتبرها تطورات إيجابية في ليبيا في الفترة الأخيرة. إن الوضع في ليبيا تغير كثيرا نحو الأحسن خلال الأشهر الماضية مقارنة بالعامين الماضيين، وأعتقد أن جهود إرساء الاستقرار السياسي في ليبيا هي مسألة أساسية في المعركة ضد الإرهابيين. كما تطرق اللقاء بين الجانبين إلى الهجوم الإرهابي الأخير الذي تعرضت له مدينة مصراتة والدور الإيطالي الداعم للأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي من خلال التدريب والدعم اللوجستي، فضلا عن الدعم الذي يقدمه المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة. في فلسطين المحتلة، وخلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة البيرة في رام الله بالضفة الغربية، أصيب أكثر من 12 فلسطينيا بجروح حين عمد جيش الاحتلال إلى إطلاق عيرة معدنية ونارية وقنابل صوت وغاز سام بكثافة. عشرات الفلسطينيين أصيبوا أيضا بحالات اختناق، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين وشنت حملة مداهمات للمنازل
واعتقالات. آلت جائزة نوبل للسلام لهذا العام إلى الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية المعروفة بمسمى آيكان، وهي تحالف منظمات يسعى إلى حظر الأسلحة النووية دوليا. The Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. جائزة نوبل للسلام هذا العام طلب ودها 215 شخصاً و103 منظمات لتحظى بها في الأخير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية المعروفة اختصاراً بمنظمة آيكان، والتي تشن منذ انبعاثها سنة 2007 حملة واسعة لحظر الأسلحة النووية وتدميرها مع ازدياد التهديد الذي تمثله مقارنة بالعقود الماضية. إن حصولنا على جائزة نوبل للسلام هذا العام شرف كبير لنا، هو اعتراف بدورنا في تحقيق معاهدة حظر الأسلحة النووية، هذا الاتفاق التاريخي الذي اعتمد في 7 جويلية الماضي من قبل 122 دولة، والذي يقدم بديلا قويا لعالم يسمح فيه لتهديدات الدمار الشامل أن تهيمن بل وتتصاعد. المنظمة التي تضم مئات المنظمات الإنسانية والبيئية والحقوقية والداعية إلى التنمية في العالم تدق منذ 10 سنوات ناقوس الخطر للمطالبة بالقضاء على الأسلحة النووية، وقد نجحت في تحقيق انتصار مهم في جويليا الماضي عندما جمعت على طاولة واحدة حوالي 50 دولة للتوقيع على معاهدة حظر السلاح النووي. ومع ذلك فإن أبعاد هذه المعاهدة لا تزال رمزية بسبب مقاطعة القوى النووية 9 العظمى لها، خاصة وأنها تملك ما مجمله 15,000 سلاح نووي. عملنا لن ينتهي طالما لا تزال هناك أسلحة نووية. إن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية حول برنامج بيونغ يانغ النووي هو علامة انذار. عاد التهديد باندلاع نزاع نووي من جديد، وعلى الأمم أن تعلن الآن دون التباس معارضتها للأسلحة النووية. منظمة آيكان المتوجة بجائزة نوبل للسلام هذا العام، والتي تتخذ من العاصمة السويسرية مقرا لها، نجحت في جمع مختلف الناشطين من أجل مكافحة الأسلحة النووية والقضاء عليها على غرار ما حصل مع الأسلحة البيولوجية والألغام الأرضية، مستندة في ذلك على رصيد كبير من المنظمات غير الحكومية من أكثر من 100 دولة منخرطة بها، ما يجعلها فاعلة وبليغة التأثير في الأنشطة التوعوية والتربية للقضايا التي تختارها. في صفحة الرياضة، تأهلت إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد انتصارها 3-0 على ضيفتها ألبانيا في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة 7 الجمعة. وقد رفعت إسبانيا بطلة العالم 2018 رصيدها إلى 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني، التي ترشحت هي الأخرى إلى نهائيات روسيا بعد أن تعادلت على ملعبها هدفا لهدف مع مقدونيا. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني في مباراته اليوم مع غينيا، والتي إن توفق في الفوز بها فسيتأهل هو الآخر إلى كأس العالم روسيا 2018. نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين. آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووسائل النفاذ إلى اقتصاد مندمج، محور يوم لقاءات إفريقيا الختامية. إضراب 3 أيام منتظر في قطاع نقل المحروقات والبضائع برا، والتلويح به يجدد إشكالية تفعيل الاتفاقيات المبرمة. الجيش الليبي يعلن تحرير مدينة سبراتة من الجماعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي ويمشط جيوبا مشبوهة. هذه الأخبار وغيرها متاحة لكم مشاهدينا عبر بوابة التلفزة التونسية. نلقاكم على خير.